الدين ده سماه شرحة مناج المحلي بعصا كتابت. يلزم السيدة، لازم السيدة أن يحط عنه، أي عن العبد سحبكم كجزءا من المال أو مالك كود حقي كتابته. إذا مثلا حضاري قلت براسات كواب كجيكير من المال المكاتب عليه أو مالك عقد كتابته سريعة تكرني أو يدفعه إليه وياخذ أو مالك قرتيه جانك بقرينة بدأت شيء بدأ مكاتبه بعد قبضه في قبض كريه جانك إعادة كبدك. يعني ذكرى هنكي جي كين بك نظام وذكرى إيكو قرتيه جي هنكي جي بدك. خش تمام. ويقوم مقامه غيره من جنسه كذا الدوسة ذي كيم بنا كنت بتنكي جي كيم كويا هنكي بتشكي بديكي غيري وي ماليجي مثلا جنسي وي بي أبيع أوي كل فرنسي داي أو كرة دولار بديكي كرة زير بديكي كرة تشكي بديكي جنسي وي بتشكي بديكي يعني تمام يعني إيك داينا جمالي خش باخو تشكي بديكي. تمام قال الله تعالى أما تذي ويقوم مقامه وغيره من جنسه دبيا جنسه بتم جنسه ببره ببره يعني بس تمام أجر مال بالمال. تمام قال الله تعالى خلق القرآن الكريم ده وآتوه من مال الذي من مال الله الذي آتاكم بدنا أوانكم عقد كتابات بواردكن جوي مالي خد تعالى دايوة وجوي مالي بدناه. فسر الإيتاو بما ذكره يعني كم كه ويا بشيكو داي بدا ويا شباخو تشتري ثم ظن هرسي التاولاية لأن القصد منه خص داينا مكاتب الإعانة على الأدخي يردم أرسال أضاك والحط كيمكرن أولى من ذا إجدان الشتر كما لما ذكر جبو ما يكوات ذكر كرني كما قو أو دها ياردما تقصدوي كيم بيدبن دها تعبيوي زيدا تمام كرني دها تبرايا. وفي النجم الأخير قال يقول تقصيدا باشيدا كبدا دها باشي كما لأنه أقرب إلى العتق التقصيدا باشين أن يزيبال أزاكي باي. والأصل أنه يكفي ما يقع عليه الاسم أي اسم المالي ناب المال لسري الواقع دبه ما تشكي بدا تمام ولا يختلف بحسب المال قلة وكثرة يعني بحسب مال بري عندكي مال بيدايني وقص بري عندك وياخذ دير لي دير مسألة دايني. والثاني الصحة قرشي لا يكفي ما ذكره ويختلف بحسب المال يعني ولا يختلف بحسب المال دبيجا أبيض بي ويختلف بحسب المال كمكي بحسب مال دان ألوتكي دانا زير بدي آيرية وطرابين كي قماش بدي آيرية وطراب بي تربكي أرفام بدي آيرية ويختلف بحسب يجي وما يليق بالحال كسيك ويقني بي حالي تقسيتي. فإن لم يتفق على شيء أجل أبي قبرة أبي قبرة قدره الحاكم باجتهاده أو حاكم باجتهاده خد تشكي تقديمك. ولا أصل أن وقت وجوبه وقت تشكي بدأ مكاتبة قبل العتق دبري أذاكرني ليستعين به عليه جبي استعان بك بويت شيكو دنتي دانجيرا لسر عتقه. والأصح إجا وصاني أصح قال شي بعده بشي أتقيد جبدا شما بشي أتقيد جبدا شما ليتبلغ به جبك خبكين جيك يعني بب ياردم جبو حياته بيها وقيتش ما بيها حتى أشكرا إيش مشكلة. وعلى الأول كبري أتقيبا يتعين في النجم الأخير تخصيص الضاويل ويجب من أول عقد الكتابة وبعد الأداء تبكي
بشي عقدك اشتفيت دي جبدا وبعد الأداء سيدة دقيقة وبعد الأداء والعتق قضاء بشي كون ملك تقسيق الله وعذابه إجارة ببذك أو يا قضاء أو تشتي كلي واجب يا قضاوي تشتي قضاء تشتي كلي فوت يا قضاء كمان قضاء نعم إجا تشخاب ده ويشلح بالربع شار يكيب ده يعني إجا حزاري بسدي بينجي بدا وإلا أقف شار يكين كارب ده فالسبع برا حفتا يكيب ده روى النسائي والبيهقي عن علي كرم الله وجهه ورضي عنه يحط عن المكاتب خدر ربع كتابته مقدار شريك كتابته تمام خش يعني جحداري بسدي بينجي مالي وروى وروي عنه جحدت علي هاتي روايات كنا رافعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كو فيها حدث علي نينا يعني كو بيغمبر قوتك بيغمبر قوت سيدا رفعه يا رفعه وروي عنه رفعه رفعه يعطي روايات كني شيء وقف على الروايات كني أبي عن علي كرم الله وجه يحط عن المكاتب بقدر الربع وقدر الربعين قدر ربع كتابته أذيا إجاري جهنك مرفوعات يا ولا رق يعني كوتك ويقوتك بيغمبر قوتي تمام وروى أبو مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كاتب عبدا له على 35,000 سي بنش حضر ووضع منها 5,000 بنش حضر جي كم كريا وذلك في آخر النجوم تقسيطة باشين وخمسة بنش حضر 35 حفتيك سي بنش تمام دمك حفتيك كذبه تمام خش هارف مالي خلو أبي ويحرم على السيد وطء مكاتبته عقد كتابته بجنك كرار كربها ربالي بلا إشكالي بك حرام ثم لإختلال ملكه ثيا ثم كي ملكي أرض اقتدى خلال جيتي أنا ملكي بنينة مالي ولا حد فيه حد تنى ثم لبقاء ملكه ثيا ملكي ويتدى هي ثم تقصيدي تمام بدا مش نكي مالي مالي ويعذر إن علم تحريمه وقال كوزان بحرامة قاضي تعزيرك بدك وكذلك هي وكذلك هي جنك جي بتعزيرك تجمع خبيرة بردا ويجب به بوطئ مهر لها مهر جنك رب بيضيني وإن طاوعته ولو جنك ميركي قلت بهاي دي ويجي قلت بهاي دي نقلت بها ناجي دي سأوي ميرك تبكى حقي وطعوي مالك فكي جفي وطي ولدك تشيب والولد منه حر ثم لأن الجنك علقت به طوام بي حاملة قرية في ملكه دي ملكي ميرك دا دي ملكي ميرك دا بقى دي بقى حر دبا حر چونكي جاريا مر مر هربالي ولد يچبه ولد مر ما بكول مر تمام ولو مر اولاد خو كولا به مر بسينه بسندريج آزاد من من كلام كذا ضرب اسمه يعني ولا تجب قيمته على المذهب قيمته ليس المذهب واجب شو يعني يعني كافندم برا دياوي قيمتي بدا وياخذ او قيمه بدا دياوي قيمتي بدا شكي بو اعضاء وياخذ او قيمه بدا مثلا كولا ولا رقبال مين شكي شط دبا اعضاء قد يجي وفي قول لها جنك رايا قيمته قيمه ملك بدا سبي بدك بناء على قول ياتي قولك كي ورا أو قلت شيء إن حق الملك في ولدها من غيره لا كنا الشيري با ولا حق ولدي جنكي رأي تمام إذا كو جغيري با إكو جوي با حق دمنا جنكي رأي تمام
والأول إيكود بين نا مبني على مقابلة الأزهر، مقابلة الأزهر أن حق الملك فيه لسيده. شو آزاد بقى؟ ومع قولي قول آخر، مع قول آخر، قول آخر أنه مملوك له. قولك جديد قلنا شو مملوك سيدي. وثارت بالولدي بسبب كسبياني سنكدب مستولدة مكاتبة. نعم. هم دبا أم الولد وهم جي دبا مكاتب. يعني ملك بن بجي آزاد به وبري خب دجي آزاد به. فإن عجزت أجا عاجزي جداينا تقسيط يعني خبه بدر يا أب جنك بدر يا دبحر دبحر. فإن عجزت احتقت بموتي أجا نقابة تقسيط خده يا خبرا قد تقسيط خده ده ملك مر آزاد به. تمام. وولدها من نكاح أو زنا ولدي زن أبا مكاتبة تز نكاح با تز نفاقشي با ولدي مكاتب في الأصغر في الأصغر. يقول مكاتب يتبع ورقا وعتقا شنك أضاب با أو يأضاد با أضان با أو ناصح. وليس عليه شيء لسيدي نينا عليه لسر في صبي شيء تشتكي لسيد تشتكي تعالى قدره سيد جبتني شبكي نولد صبي شما انا قوش يكي دنا من زنان او نكاحي. تمام تمام تمكي سيد بني كحتنك مال. انا مثلا جا مر جاري كي بس انا مر نكاح ناككي شو مر بس بو امر حلال امر وثاني هو مملوك لسيدي شمكي نجمير يتصرف فيه بالبيع وغيره كولد المرهونة. جاني كحكي رهينة أو جاني جرابية صبيكي آنية مثل جمير كيدني كانية أو ولد مرهوني مير كارب فروشة كارب فروشة. وعلى الأول كنا كارا الحق أي حق الملك فيه لسيد شبكي نجي حق الملكية سيد رأي. وفي قول الله جنك يرى فلو قتل أفصى بيد في تقدير دهاتا كشتن فقيمته لذي الحق منه خد يا حق كذا بقى قيمته جوار يعني جارية يا سيدة يا جارية مكاتبة ترى نبي جارية جارية شي بريتنا مكاتبة ترى يا السيدة تمام السيدة يا تشمكي نج سيدة يا صبي تشبي مالي إذن نكاعي تشبي مثلا مالي. والمثل أن أرشى جنايتي عليه يعني كأذيا مظلوم بسبب جنايتك كر أذي حق جنايته السلوية 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 مالي وكسبه ومهره ينفق منهما عليه. نوارا كسب بسبي ومهره أعطيه مهره ويا ومهره والله دقيقة هلا وكسبه ومهره مهره هي يا مهره صبي هذه دي دعاء أبوم يا وانا ومهره هي شنو بالي بالي دمين نسخة داش مهره هي ها؟ بقول النسخة دي داش مهروية شبدي مهر
مهرا مهر لوكي مهرا لوكي تنه ولد قوتي يا ولد دبك كربة دبك خيز ايوه مهر هود بي مهر ولد ها دمي راجيب بالولد تمام يعني وقت لكم مهلا مهرا كركي مهرا كركي تنه مهرا كوي ما مهر كوري خلق دا مهر ها مهر مهر تمام وأن كسبه كسب ولدي ومهره ومهر أويك مثلا بيجي شو ميرك يكير ينفق منا طام تين فقندني جي عليه السر ولدي منها وما جتشه فضل سيدة ومنها جتشه ينفق منها وكسبه ومهره ينفق منهما عليه منهما منها يوم ولا منهما منا خدي ايه منهما وكسبه جي كسبه ومهره وجي مهري ايه وكسبه ومهره ينفق منهما عليه يعني شو جوي كسبه وي مهري يبي نفخني شلوكي أزرم ك ك ملك مهراوي هي اللي شوي ولا نفقان السنة الدسي خلقي ده كوليه تمام كوليه تم روناني أنشطر ودني لقد سيدة ينفق بفتح مبني المجهول أي ينفق عليه السيد ينفق عليه السيد بموته منهما فإن لم تكن فمعونته على السيد تمام مش كسبي وش مهري أو لسر صبية بنفقنا أجر يعني مثلا كسبة وكسبه كسب عبده به هري ومهره مهره كتشكي به ينفق منه ما يبن نفقين الفنا عليه لسر صبيبي سر اوكي سر ولدي يا ولد كتبوزه يا ما ان بحث جنك يركن كل جنك صبي ثانيه شو ما كسبه مهرك دبه مش بيقع منك جنيك سبي آنية نجم أمريكاني يك جنيك هاي آنية يا جزنا يعني جيه كده نانية يك دنا آنية بتربي خبر يجي أوي كسبة بابي وي كسبة نا بابي وي بابي وي أو جي كولا بابي وي كولا بابي وي جي كولا يعني إيه وكسبه ويا كسبة باب نخوني بياسة دا باب تنزين يعني وكسبه كسبة كي كسبة ولدي إيه ولد شوية صبية أو لسالي ولا نفهمن شو أوي وكسبة كان سبي إلا هر سبين هنا كش رأي إيش مش تكن يعني شراء مراقيتي تكن بلي بالي بلي بلوغي إيش تكن يعني يا تمام تمام كلامك تمام كلامك النوني ايش قال بنيه والمذهب أن أرش الجنات ما تنوي دري ها يعني والمذهب أنا أرش الجنات بلد أن أرش جنايته أرش جنايته ولدي عليه سر ولدي على الولد فكسب وماله ينفق منهما كسب ماري عليه سر ولدي وما فضل منهما كسب ماري بن أم منهما يا بلي وقف أي بيسكن فإن عتق وهو تذكرني فله وما فضل منهما جاء منهما جهالي ولد أمضى منهما ضيق كده تنه يا عم شكر شكر دقيق وما فضل منهما هي لنصاق عملت ذهب خاصة تمام وما فضل
وقفه وما فضل منه ما تشك زيد بج نفق ماري وقف مبدت بالنسري فإن عتق فلو أضب بج ملك ري وإلا فلسي. وفي وجه لا يخف بل يصرف إلى السيد هذا كل على قول سرقتنا إن حق الملك في لسيدي جاء على قول إنه لها حق ملكية جنك راية أوي قوي يكون ما ذكره أو ما ذكره من الأرشي مثلا وغيرها غير أرشي يعني هنك جينار كي سبيه كرتشكي زرالكي قاندكي بريوي و غيري وي بكس باوي مهراوي لا جنكي هم ارشاوي و همجي مثلا كسبو مهراوي ها؟ لا جنكي جنكي ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدى الجميع تشتكي جي مكاتب انا اذكرني حتى تمام التقسيطة نيا اذكرني اي جميع المال المكاتب علي او مالك عقد كتابة السري تشيبيا حتى تم نيا اذكرني أزات كن شيتنا شما لي حديثي المكاتب عبد ما بقي عليه درهم مكاتب كولي حتى كاغت كن سرمي رواه أبو داود وغيره ووصفه في الروضة وصف كي يبي حديث الروضة ده بأنه حسن قلت حديثي حسنة درجة حسنة ولو أتى المكاتب بمالي مالك يعني فقال السيد هذا حرام أي ليس ملكه أبي أنا ملكي في لوكي ولا بينة له بذلك الشادق في حرام الشادق تنالي حلف المكاتب أنه حلال المكاتب صومخ بحلاله يعني اي ملك معنى حلال يعني ملك منه يعني اظنهم يعني ابي اش خاط شيء كي فرنج كي بيدر كي ابي اي بيجا تشير زي مزيه كي ابي اش كاش كون يعني فرنج نوزا ابي بيت دي اش قبول لكم اي لو سوم بغو بيجا ولا مش حلال اني اي غادي اي مجبور قبول تمام ويقال لشيء تاخذه او تبرئه عنه يا تبكري وياخذ تبقان دي زيات وتجري مقدارك انا دت وتتناقر تجيبي بيري فإن أبا قلنا أددم ونبيريتك ند قرمنا بيريتك قبضه القاضي القاضي بكرة وإن كان قدر المكاتب عليه أجل أو تشيك مري قبولناك وقاضي دقرة أجاب قاند مكاتب تشيك عقد كتابات التريات كني بقاند مين به أتيق العبد خديلك أزاد بقى خديلك أزاد يا فإن نكل المكاتب عن الحلف صنبغو حرام أو صن نخور حلف السيد أو السيد صنبغو كما لغرض امتناعي من الحرام يجبغو ياكوش حرام منع دباء أجبوي ناقرم ولو كان له بينة سمع لذلك يقول شادي يكواش حرام الدزياء أي قبول ولو خرج المؤدى مستحقا أني مثلا شو جول كي بس أني تقسيط خلدا وأفبس دركتي خلقي رجع السيد ببدله أو السيد فقره ببدله أو مأداه يعني أو قريب ده أو يشخو إبداوان أو يجوي بسيني أو جي رجع السيد يعني إلى العبد ببدله اي باي با فياش دسم دركات كايا ارشيغا بيا بدا وهو مستحق فان كان في النجم الاخير اجت تقسيط الضويبة بان ان العتق لم يقع ها وان كان السيد قال عند اخذي اختك تقسيط الضوي غير وانت حر كما ولو فيا بفجي ديس اظن ولو تنوي ها؟ ولو كنا فإن كان في النجم الأخير بأن بان أن العتق لم يقع وإن كان السيد قال عند أخذي أنت حر خش خش تمام
تمام كما لأنه أبكت بأن تحرم بناء على ظاهر الحال من صحة الأداء أداء صحيحة. راس إيه وقد بان عدم صحتي حرام أنا صحيحة إيه قبي قلت بشي قلت ناوي تأسليني. عينان خش مال أبشر مال وإن خرج معيبا تمام مول قلتيا مال عيب دار دركات تمام فله رده وأخذ بدله. تمام كان ربك بدلي بكره ولو أن يرضى به تمام أفيد. عربي ولا عربي يتزوج الم... ها عربي قلتي عربة عرزانية مثلا خطالية مال يعني هندك فقط مسألة إلى برن ها مال مال ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده كما لبقاء الرق عليه. خش حتى يعني بخو هذا حبي شغل دي بتوي يترى حطاني في إذن نخو قرار مال ولا يتثرى بإذني على المذهب. أفندم مش قلت إيك أوكي يعني تأبي أذاكرني مساء يعني شبه بتقول نسمات أعضاء بتنكر يا يعني جارية جارية رب الزوج ولا يتسرى يعني سيرات ناكل يتسرى جارية ناينة بجارية رانا زوجة بإذني بإذن السيدي على المذهب. جلب حرارة ما قوك نكاحي بك قال إذن سيدي يا بك إجاب به جارية نكال جارية بنا شمكي دور ما أعظابونا ويه هي إكو أعظاب نكال جارية بنا أنجاك بريوتنا بفقير أو يجي ولا تصر بإذن على المذهب كما خوفا من هلاك الجارية في الطلق ترسك مثلا جاري شبه حاملة بب أو دبر دوهم إذا بمر فمنعه من الوطي كمنع الران من وطي المرهونة وطع رهنج مرهونة تبنى دبا يعني ما نو كبرى قرب ها نكاري بالي ميلك اتكاري من عايز كيشي أبياجي يعني جيت جوات أو يتم من عكرنا ايش خد افجي دبي جاري بان نكاره ايش ناوي بجي نكاره بجي جد بشمتي او هات شي تبع تمام بالي كلام كثر. وقال الشيخ ابو محمد فقال الشيخ ابو حامد ابو لا حامد يبعد اجراء الوجهين ابهد وجه الدبا نابه في وطي الراهني ايه من يؤمن حبلها ولا بدقه ولا قال ابو حامد الغزالي رحمه الله قال ابو حامد ابو محمد لا يبعد اجراء الوجهين في وطي الراهني وطأ الراهن وطأ بك من لا يؤمن حبله هنا يعني او بيك اخذ او جاريك امر امينينك اي بي بقى حامله شنو جنج جنج او جي يعني كوي قالك مثلا سبي بكي بحامله او جاري بمره هي جا رهن كذا شو خلاص وي قابي مركارة بانجل قال قريب يابا وفي الروضة في بابي معاملات العبد ونكاحه في بابي معاملات العبد ونكاح ده بابي معاملات عبد باب النكاح عبد ده كأصيا وكي أصيا روضة ده في الثاني ده قولي ديا أن في تسري المكاتب بإذن سيده قولي تجاري آنينا مكاتبة بإينا سيد خود دقو تدان يعني كتبرعي وكيكو يعني تبرعك يعني شنو ها كتبرعه وقد تبرع سيدي لا كتبرعي وكي تبرع مكاتبة ايه شو تبرعك يعني مكاتب تشكي تبرم كك سيد كرب بانجل نفعل تتقصد من هذا يعني تشوش بني كولتي ده نكاتي طلبي خيرات او جي بيزنا سيد نابا او جي بيزنا سيد نابا مالي وما هنا ارجحه تشكي كل فرقة ها قوتي
ولو جم كاتب راهية شراء الجواري جارية بسنة للتجارتين شمو تجارة كرام فإن وطاها أي جاريته على خلاف منعنا في منه سر خلافك قولك إيش منعك لما قلت قال ناس وطنك إذا أجل كان بزن أم صامحة وطيه بدن سر قولك وطن دباء أجل بك فلا حد عليه شما لي شبهت ولا مهرة شما لأنه لو ثبت لثبت له أجل مهر شبه مهر الشيدر والولد من وطه نصيب حر فإن ولدته في الكتابة أي قبل عتق أبيه بري بابي أظن ويتقو سبيك جاني أو بعد عتق لدون استتياش يا بشتيكو أظن بيه شش ما نقد يا منوج أذكرني ويقافي إيه عبارة كريم غني أزران فإن ولدت في الكتابة نو ولدته في الكتابة قبل عتق أبيه نوصى أو بعد عتقه لدون استتياش منه تبعه عتقا وعتقا تبعه بطبع باب أخو تبعه رقا وعتقا يعني كباب رقيق منه أو جي رقيق وأظب وشوز وهو مملوك لأبيه يمتنع بيعه كل بابغية ناي فروطاني ولا يعتق عليه سري ناي أذاكني لتحفي ملكي شمك هي أو كولي ولا تصير جنك بعد مستولدة جنك ناقر أم الولد في الأظهر شما لأن علقت بمملوك شمك حاملة بيه كولي حاملة بيه حرية حاملة نبيه وثاني قولي ديديا تصير دباء ام الولد ايه لان ولدها ثبتت له حق الحرية لان ولدها ثبت له ايش ولد حق الحرية على كتابته على ابيه وامتناع بيعه ويقف فيثبت لها جنك راجي حرمة الاستلال وامتناعنا بعد تصير حق الحرية وثبت لها حق الحرية بكتابة على أبي وامتناع بيعه يعني وثبت لها حق الحرية حق حرية الشبية بكتابة أبيه بكتابته على أبيه بمكاتبته بيا مكاتب سربابي خو بيا مكاتب أو وامتناعي وثبت لها حق الحرية بالكتابة وبامتناع بيعه أولا زي ما تبغى يدري خشتر يعني تبيجي وثبت له حق الحرية بكتابة على أبيه وثبت له امتناع بيعه فيثبت له حرمة الاستلال إذا كتبي نخشتها نصا إذا تظن شو بيجي ولو ولدته بعد العتق بشيكو أضاب شو نصبياني إيه ولو ولدته بعد العتق لفوق الستة أشهرين لفوق الستة أشهرين يعني زيدي شاش ما أبشر لفوق الستة أشهرين لفوق يعني لفوق تنا لفوق الستة أشهرين من هو دقيقي لام هي تنا سر فوقي آمن هي تمام ولو ولدت جاري وأني بعد العتق بشي بابي أعظم لفوق الستة زيتري شاش ما هي أني منو جميرك إيه وفي الروضة وأصلها الستة أشهرين فأكثر نقول يا أبي أدي ششمة زيدة أبي أجد بي ششمة وزيدة ترش ششمة جدا سري يعني ششمة وزيدة وكان وط يطوها ومجي بشنكرة إلشكي تكرن فهو حر ملك حرة أو سبي حرة وهي جارج أم ولدي وإن احتمل أن العلوقة قبل العتق شكي شاش ما أظن يا بلكي والله بلركي سبي نامد سكيد يا خدات ماني
جو ام ديش لاجي تقريبا الحريه تم بي ولا طرف حريه تم بي بكن غالب بكره ام تقويه بكن نوارا ام تقويه بكن برا حربه مالي دلاص مالي وان لم يطأها بعد العتق ولو كي وطأوا نكبت بشي عتقيدا فاستيلادها على الخلاف شكو اضابيا نكر نكريه دبري اضابوني ببيرا الشكريه وحاملة بيه وشش ما يقديه هي سبيه يعني دي جاجي يمي بين عزايا وإجا دباء أمل ولا نافع أمرات اختلاف أهلا مان ناقد ديالو أزمع عندك ما يبرا ولا سالي سكني يقول إيش تغازي عندك ما أم ولا سالي فاصلي برا بقى ده برا بقى ده هاي ولو عجل المكاتب ولو عجل المكاتب النجوب قبل محلها مان تبالي زماني هات قوة ما دي بدن برا بقدم هر جبلتن لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع من قبل يا غرض مان أجل وقتها ويناطية محل ويا محليها ويا محليها يعني يا زماني يا مكاني زو أني سيدي خدام نجيوي دا ويا زماني ويناطية تمام ودنا قبل كندا جغايا كجرا هي تمام كمان تحظي يا وقتل تخبدي بري فلا ترى لازمة نعم نعم بمالي كتينة بمالي كتينة يعني جرا تواني ويناتي بي أشتا بقرة دن يمتد هي وقت ويناتي دبي بقرة سيريش دبي أناغرم چنكي حتى وي وقت را جرا أز بي محافظة بكم محافظة كرنا ورج فلا لازمة ملي كمان تحفظي أي المالي النجومي إلى محله حتى جيوي ووقتي إيوي قابي أو خوف عليه يا بجوالا فيها جيب را جيب دزايا جمع بسين من بغل رأي ماني كان عجل يا كان عجل ماني في زمن النهبين زمان كو هركس طالاني دا أوجه جلابو عجلك التقسيطي خدا أذيا أجل كتشي غايكي وهذا كارنك وإلا لم يكن له في الامتناع غرض فيجبر على قبضه أو لم يجبر أو بيت بكري قدر لم يجبر ناي جبراندن ناي زور لا مشكلة إجا وإلا أيوة إن لم يكن له في الامتناع غرض غرضك أو تنب فيجبر يعني على قبضه فيجبر على قبضه طب طب فإن أبى نجد قبضه القاضي عنه وعتق المكاتب خش هرب ولو عجل بعض النجوم تنكش تقسيطها ليبرئه من الباقي بيشن ده ذي براجبك ايدن جمشي بيريك يجم الناس دينا فأبرأ مع الأخزي دقالكو قرد وقوم تشئيد جي بيريك لم يصح الدفع ولا الإبراء شما شو ما بقى يا؟ يعني خش أبنك يا ولو عجل بعضها يعني هنك ج من تقصد يقوب عجلة أني دا ليبرأه من الباقي تمام يا زلمة خش يا خش منه سيدا تدي أنا عيني وقا أب قريدي قرتي مثلا أبي دين دبا بيشن ده جبونا كو شبكة جبونا كو هنك ديني وين يخوري أبياجي تقسيتي وي دبت زوتر تسليم دكا جبونا كو ويج أبي ماي بيري بكا يعني أبدوين أوين بورج قرما فأبرأ مع الأخزي منه ليبرأه من الباقي وفأبرأ مع الأخزي جبوكو بيري بكا دكا القرتنا بيا لم يسعى الدفع نسعى الدفع هذا الكيد نفاكي بريد إبراهيم جناب من فعل كل جهاز ولو عجل المكاتب بعضها يبريه السيد من الباقي منها فهذا على أخذي لم يصح الدفع والشمع لفساد الشرط تمام لفساد الشرط هي دمغني داعي ها أزولم يعني أبيا دبي أزي بري بدي هذا تبيشن بدمتها أبقى زي بيشمتة إيه ما يجي من
جي بيري بك جي أبيان ندرس بينا خوري أبيان نشرت قبول ندرس. ولو عجل بعضها ينجمع ليبريه من الباقي، يعني هو عبارة خوشنين كبوتنا، ولو عجلها بشرط بأن يبري بأن يبريه من الباقي فأبرأ. بنا أدي تبيش متى جب أدي أبقى بيش متى إيه ما يتج من نسيني بذي شرطي شرطي كنت نسيني أدي متى ومريج يقول تمام أنا نسيني نداين صحيحة ونا إبرة صحيحة. شنقي شرطي فاسد تدا شرط تدا. وعلى سيدي سيدي رد المأخوذ إيكو قلت يجي رد بك ولا عتقه. ولا يصح بيع النجوم ولا الاحتياط عنها لأنها غير مستقرة. رابع أوان تخصيط أبو فروشة. يعني ما هي بس حفاز بلا تجبي تخصيط أذكر أخو هي وقت أوان تخصيط داين أواناتي قلت أسي حفاز من اللي بدها من أتفروش متى. إيه أزولان رابع مثلا هناك جنم دستين جنم جنم دستين ب 8-15 فرا بيشن دن هي جنم وانات يا جنم غراب من فروشن كيدن عين يا وجه ندرس او جن ندرس عين يا وجه بقى بيها يا مال نعم نعم مال مال ولا الاحتياط عنا عين باب السلام يا شو باب السلام يعني دوك تسوي ده تشكي تجيب دينا سيدة فلو باع هاتف فلو باع سيده وأدى هنا أو ولا يسع بيع النجوم ولا الاعتياض عنها. اعتياضي يعني شو؟ يعني بدو سوي ده مثلا أمبيشن أو مال أمبيشن شيلكين ببابو شيلك أنا ده ما شيلك في أصير أفرتون أنا بس بدل أو جناب أو جناب لأن غير مستقرة شو بيصاب نينك فلو باع سيده وأدى المكاتب إلى المشتري أنجم لم يعتق. فلو باع السيد وأدى المكاتب إلى سيد فروض وأدى المكاتب إلى المشتري النجومة بني شو لا شيء شيء شو يعني ولو باع السيد مالك يخفرط تمام فلا أنا قلت وأدى المكاتب إلى المشتري تمام النجومة تقسيط أبدا مشتري لم يعتق لا يا سيد هذا ده بعد بعد مشتري شكي وياش سيد كريه إيه نعم دي سنابة ويطالب السيد ويطالب السيد المكاتب بها ويمال السيد المكاتب أو السيد هذا دعوة المكاتب كبيجة نسابينا بدنا حقيقة ما بدأ من شما شيء دايا مشتري يكون مال دايا ويشما تشديوي مال ويطالب السيد وصاني والمكاتب جي أي مكاتب جي المشتري أو هذا بيجا بما أخذ منه والمكاتب المشترى بها أخذ منه يعني جري وهذا مال يخوش مشتري بالسنة مكاتب على جري مال يخوش مشتري بالسنة مال وصاني يعتق تأذكرين لأن سيدة صلت مشتري على قبض يامينه إيه راسة فأشبه الوكيل فأشبه الوكيل سانكي مشتري بوك إيه وفرق الأول بأن المشتري يقبض لنفسه بخلاف الوكيل بل. وتمم الثاني قول ابن كوكوتا تمام كرياب بأن ما أخذه المشتري يعطيه لسيد شو يعطيه لسيد يعني تمام مشتري تقرأ أما بدأ سيدي شكرا ناقرة يعني مشتري بدأ سيدي طبي لأنه جعل كوكيله لأنه جعل كوكيله يعني خلاص شبكي أبيات فروشة فروشوية أو جيب أبدأ أو جديد سيدي تمام بكيكو أو بكيكو بدأ بي مالي عن وقع وكيله من؟ ولا يسع بيع رقبتي في الجديد من؟ رابع خبفروش النابة ها فلو باع السيد فأدى المكاتب فلو باع سيدة فأدى المكاتب النجمة إلى المشتري ففي عتقي القولاني من؟
ابيض بيتشلو شوف فلو باع السيد ازون السيد رابو يفروت تمام فلو باع السيد تمام فأدى المكاتب النجومة من التقسيط الى إلى المشتري ازولام دقيقي دقيقي ازولام السيدة يخمن ازولام انت اتشكي بيجي مثلا ازولام عبد التهيه و تبر عقد من كتابته كده تراد ويا عقد غير مكاتب دفروجي احمد دفروجي احمد ابي اجي دبا تقسيط غوني تسمي احمد كا فلو باع السيد سيد فرو طي وفأتدا أحمد وفأدى المكاتب ومكاتب العبد تجي النجوم إلى المشتري بدأ أحمد إيه ففي عتق القولان يا سيد دقائق سيد أحمد فلو باع السيد السيد راتب التقسيط نجوم كتابته فروت دفروشه فأدى المكاتب مكاتب جي النجوم إلى المشتري قم بشتي كنت تدي فلان كاش أو مالك بدما تجي تفروشي فلان كاش أو جرابو تقضوي مشتري كو تقصيد تفروشي وي ففي عتقي القولاني شبي نجي دس يخيو أني ده أذكرنا ويا ده قول هنا باقي قولي باري تمام كيف ويجاري أنا أنا راس أظهر ما المنع يمكن نجد دسي خديه وفي القديم يصح بيعه كبيع المعلق عتقه بصفته بيع معلق عتقه بصفته وقت او صفات بوجوده تي وجودي افجي شكون تشتي قد كراد دم مشتري افجي جامع رابيه تقسيط تاخذ ايام مشتري اي اف بريك تقسيط او اجي اف مرض اف مشتري بدا سيدي اي مرام مساب بوسعي ويملكه المشتري مكاتبا ويعتق بأداء النجوم لقولي قولي قديمة يعني مشتري ويملكه المشتري مشتري كم كيخو قالوا كان يجي مكاتبا ويعتق بأداء النجوم إليه والولاية له ووالديه ولاية دباش كرا دباش مشتريه تمام خش وهبته كبيعي يعني أزولا القول الجديد ده نايف روتان عبد المكاتب نايف روتان أما القول القديم ده نايف روتان هذا ملكي يعني أساس مسألة تقسيط كبينة بدا سيدي سيدي جي راتبة فروشة دا مشتري هذه تقسيط الديان إن راتبة دا مشتري تمام أزولا كلام أم مسألة بدا تمام وهيبته كبيعي أو جنوبة فيما ذكر أو جي فيما ذكر جديد دبال قولي قولي قديم نوفا بلي وليس له أي لسيدي بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته شكي سيدي رانينا تشتي قدس المكاتب درابة بفروشة شكي شبو تقسيطي وحاضر كي ترابي باري مالي بفروشي بيوي تبقى نوفا وإعتاق عبدي أذاكي وتزويج أمتي جارية بزوجيني كما لأنه السيد معه دقل مكاتبة كالأجنبي أبيع وقع أن حريتك الصندية القرآن تنقل قاشع شيء يا ملك ولو قال له رجل يكي رقو أعتق مكاتبك على كذا تمام تبت عقد كتابتي براكية ويأذابك يلسل أفقط بره ففعل ويجي أذاكر عتق أو مكاتبتي أذاكرني ولدي مو لازم يجي ملكي ما التزمه تشتك بيك لا لازم يخو قرأ يعني قلت وازي أو قابل امتى هذي وي مكاتب يخو أذاب كذا أو قابل امتى قرأ بدا وهو اهتداء منه أذيا فدية يجبر قولي خش أصابكم الله خير كثيرا أظن وين شرح حديث كي